السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد المحاضرة التانية في الأرثروبود، وهنبدأ بمجموعة اللي هي الكوكروشز والبيتلز والأنتس والموسكيتوز والبجز والساكنج لايس والبايتنج لايس والفليس. أول حاجة هنبدأ بيها أوردر أورثو بيترا. كلمة بترا هنا معناها وينج، ثم أورثو بترا يعني مفصلية الأجنحة. مثال منها هو الكوكروشز دي الصراصير، وزي ما اتفقنا الجزء المهم هنشده تحته خط أو هنعمله بلون مختلف زي ما أنا عمل لكم هنا. يعني أهم حاجة في المجموعة ديت الماوس بارت بتاعتها شكله ازاي، والميتامورفوزس التحول بتاعها من ايج لحد ادلت شكله ازاي، هل هو كومبليت ولا انكومبليت الى اخره، ثم الميديكال امبورتنس بتاعتها. فطبعا لما نيجي نشوف الكوكروشز الصراصير بتبقى سموث دورسو فنترالي كومبريزد، لها ديفرنت كولرز كتيره، شيست نوت بلاك براون، حتى ساعات احيانا بتبقى جرين. اهم حاجه عندنا ان هي هافينج showing mouse parts اللي هو البروبوزس. احنا عرفنا showing mouse parts تعتمد على المندبليت تايب، تعتمد على المندبل والماكزيلا. have two wings عندها اجنحة، واهم نقطة incomplete metamorphose. و اللايف سبان بتاعتها من 100 ل 1000 يوم حسب السبيشيز وحسب ال environmental condition، درجة الحرارة والاشياء المحيطة. ودايما بتعيش live in sewage و dirty places warm and humid areas kitchens، عشان كده هي بتكون مصدر للامراض والعدوى بحاجات كتير هنقولها بعدين. بعد كده هنعرف ان في common species للكوكروشز اللي هو بلاتا اورينتاليز. الكومن كوكروشز ده دارك براون وينجد ميل 2 لـ 3 سنتي، والبلاتا جيرمانيكا او جيرمان كوكروشز والامريكان كوكروش. طبعا ده الشريعة دي بتأكد لنا ان الانواع تختلف من مكان لمكان. anyhow لو جالك اي سؤال سواء كان قالك الامريكان او الاستراليان او الجيرمان او الكومن كوكروش، هتبقى النقطة الرئيسية هي الميديكال امبورتانس، وهل هو والماوس بارت بتاعته شوينج ماوس بارت ولا بايتنج. طبعا هو شوينج اند بايتنج ماوس بارت، و هل هو حاول يخيرك هل هو ساكنج ماوس بارت انكمبليت ميتامورفوز ولا كومبليت ميتامورفوز اند سو اون. لكن ما يهمنيش التصنيف قوي اللي هو بلاتا اورينتاليز، بلاتيلا جيرمانيكا، بيربلانتا امريكانا الى اخره. لكن طبعا زي ما احنا شايفين في الصور اشكالهم مختلفة واحجامهم الى اخره. من نفس المجموعة بتاعت الكوكروشز بنلاقي في اللي هو المجموعة اللي فوق اللي هي الجراس هوبرز اللي هو الجراد، والبرينج مانتس اللي هي فرس النبي، والكاتي ديد الكاتي ديد لونج هورنيد جراس هوبر، والكوكروشز بانواعها. وبعدين على اليمين تحت اللي هو الفيلد كريكت اللي هو بيعمل صوت في الغطان، تمام، والبراون باندد كوكروشز والامريكان كوكروشز. كل المجموعه دي تتفق مع اي اسم فيهم يجي لنا في المالتيبل تشويز، كلهم يتفقوا على انهم من مجموعه واحده اللي هو الاورثو بترا شوينج بروبوزس او شوينج اند بايتنج بروبوزس أو ماوس بارتس وإنكمبليت ميتا مورفوز. نيجي بقى عند الأهمية الطبية، ودي أهم حاجة في مجموعة الأورثو بترا أو الكوكروشز وأشباهها. الميديكال امبورتنس طبعا عشان هم بيعيشوا في السويج والديرتي بليسز والهوميد أند بليسز ريتش إن أورجانيك أو ديكيد ماترز، هينقلوا لنا بشكل ميكانيكال
البكتيريا زي السالمونيلا تايفوميورا اللي بتسبب التايفويد، والفيبريو كولر اللي بتسبب الكولر في الانسان، والانثراكس اللي هو بيسبب الجمره الخبيثه، والتيتانوس اللي هو الكزاز او التشنجات، والتي بي اللي هو السل. وبتنقل لنا مجموعه الامراض البروتوزوا اللي هي بتسبب اسهال في الانسان زي causes of intestinal discomfort and diarrhea زي الجياردية انتستيناليس، دي بروتوزوا هناخدها ليتر، وبلانتيديم كولاي وانتاميبا سبيشيز، كل دول بيسببوا انتستينال ديسكومفورت اند دايريا ان هيومن. وممكن تبقى بيولوجيكال في حل بعض الورم زي الهامين ليبيز دايمنيوتا ومعظم البولتري اوف السيستود اند نيماتود اوف بولتري. تمام، ممكن تكون فيها بيولوجيكال ترانسميتر او فيكتور او انترميديت هوست. بعدين هنتكلم على الهيمينو بترا، والهيمينو بترا ديت الهاني بيز اللي هو النحل والوزب الضبابير، كل اللي نعرفه منها شوينج ماوس باركس وكمبليت ميتامورفوز. طبعا لها اهميه ان ممكن الارصاد بتاعتها تسبب لنا حساسيه نتيجه ان هي بتفرز كميه كبيره من الهستامين، يعمل رياكشن ايفن ممكن انافلاكتيك شوك. طبعا والريد هارفستر انس بتدي اسيدك فورميك اسيد في الدم، فممكن تعمل تسمم وتعمل وفاه. نيجي بقى عند اخطر حاجه اللي هي الهيمبترا. هيمبترا يعني نصفيه الاجنحه او التروباكس. التروباكس زي ما اتفقنا في المحاضره ان ممكن تكون لها اسماء كتيره، الفاميلي روديفيدي او ترياتوما ميجاستا ده اسمها، وروديفيد او تكون نوز لان عندها الماوس بارت بتاعتها زي ما احنا شايفين في الصوره بتبقى طويله فبيسموها الكون نوز باج، او يسموها الكيسنج او الاساسن باج لانها بتقرص من منطقه الرقبه، والدم لما بيسيل في منطقه الرقبه بيبان اكنها ذبحت حد فبيسموها اساسن يعني السفاحه، او الوينج باج عشان عندها وينجز، واحنا خدنا نوع في قبل كده اللي هو الوينجليس باج ما عندوش اجنحه. طيب ايه الصفات بتاعتها؟ بتكون بيرسنج اند ساكنج ماوس بارتس، اهم حاجه عندها تو بيرز اوف وينجز، وانكمبليت لايف سايكل او هيمي ميتا مورفوزس. تمام، يعني الاماتيور ستيجز بتكون النيمف، والنيمفس ار موستلي سمول وينجلس ريبليكيتس اوف ريبليكيتس تو ادلت نو بيوبال ستيج، فعشان كده سموها انكمبليت ميتا مورفوز عشان ما عندناش الستيج بتاعت الايه البيوب. كلهم معظم الباجز اوف ليزر ميديكال امبورتنس، فيو بس منهم فيو نمبر منهم ار بلاد ساكرز. موست اوف ذا سبيشيز اوف روديفيد باجز ار امبورتنت فيكتورز اوف شاجز ديزيز. مرض الشاجز ديزيز ده كوزد باي تريبانسوما كروزياي، نوع من انواع البروتوزوا اللي هناخدها بعدين، نتيجة انه بيتغذى على الدم وبيحقنا وبيحن الناس ببروتوزوا اسمها تريبانسوما كروزياي. البج المخصص لذلك هو التريتوما ميجاستر، وهنشوفه في العمل كعين. بعد كده عندنا البيت باجز. البيت باجز دومت بيكونوا تبع فاميلي سيميسيدي او البيت باجز اللي هناخد منها السيمكس ليكتولاريد. الايدنتيفيكيشن بتاعها بيكون سمول في السايز، يعني حجمها زي حجم البرغوث اكبر منه شويه، ساعات ممكن توصل لحبه ايه ل حبه العدس كده، فبيكون سمول ان سايز ابريكوت كولرد وينجلس سيركلر بادي، لما بتكون متغذيه بالدم بيكون سيركلر بادي، فلاتند اكستنشن extensions of prothorax behind eyes، يعني عندنا البروثوركس بيبقى خلف الاي. تمام، الميديكال اند فيترينري امبورتنس ده الاهم طبعا، ده كباج هيبقى انكمبليت ميتامورفوز نفس الكلام، والماوس بارت بتاعته ادابتد فور بيرسنج اند ساكينج. الميديكال امبورتنس بتاعته بتكون هو most species are ectoparasitic on rodents, poultry, birds and bats. طالما ectoparasitic وبتغذى على الدم ممكن يقل لنا مجموعة من الأمراض. some species parasitic on humans زي السيمكس ليكتولاريز اللي هو موجود على مستوى العالم واضح.
طبعا احنا دايما لما بنشوف بيكون اباندنت موجود بكثافه في المراتب القديمه وفي اماكن التجمعات زي ما احنا شايفين في الصوره الشمال اللي تحت ديت، لان بيكون في الاكس والديفرنت ستيجز موجوده في المراتب، فممكن تطلع وبتطلع نكترنال بالليل وتغذى على الدم، فبالتالي هو مرض تجمعات. تاني نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، ان زي ما احنا شايفين بيكون الادلت والتايني نيمفز هايد ان دي في اني كراكس سيرفيس في الماتريس في المراتب في الكلوزس او كلوزنج اندر وول بيبر بتاعه الحيطه ورق الحائط. ايمرج ات نايت تو فيد اون بلاد سرفايف وذاوت بلاد فور سيفرال مانثس بات نيد بلاد تو مولت اند لي ايجز. بايتس ار بينلس نو ريسبونس ديورنج سليب ميني شو الرجيك رياكشن، بيحصل في الرجيك رياكشن لارج ريد ديسكس اراوند ذا بايتس، ويحصل فيه سويلنج وريتيشن فور دايز، لان نتيجه ان هو بيتغذى بيبقى بايتنج بياكل بيتغذى على التيشو، بيبقى مش بيرسنج اند ساكن، لا ده بايتنج وعشان خاطر يمتص الدم. تمام. هاي ديسنس كان كوز انيميا ان تشيلدرن، وطبعا اهم حاجه اللي هو هيتغذى على الدم ويعمل ريستلس نس، فبالتالي مفيش حد هيعرف ينام في وجود البيت باجز اللي هي بتبقى زي ما اتفقنا بتبقى موجوده في التجمعات، يعني في المدن الجامعيه في الجيش في الرحلات في الحاجات اللي هي الكبيره ديت، وخاصه مع الاساس المستعمل والمراتب القديمه اللي ما بتشوفش الشمس وقله النظافه. بعد كده هنتكلم على اللايس او القمل. اللايس ده ار بيرمننت اكتوبارازايت، يعني موجود اون ماميز اند بيردز وهوست سبيسيفيك، يعني بتاعه الانسان ما بتروحش على الدوجز وبتاعه الدوجز ما بتروحش على الشيب وهكذا. واهم حاجه ان هو انكمبليت او توتالي نو ميتامورفوز. في منه نوعين، في منه ساكنج بلاد بلاد ساكرز بيسنج اند ساكنج الماوس بارتس، وفي منه نوع تاني شوينج ماوس بارتس. السيجمنتيشن بتاع البودي بيبقى انكلير اند سوركس، وفي الابدومن بيبقى موجود حوالي 10 سيجمنت، وبيكون في 6 سبايركلز اللي هما للتنفس والحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. في بعض هنا بيميز الرجل الاماميه ان بتكون عليها 1 او 2 كلوز. تمام، ده هنشوفه في الانواع اللي هنتكلم فيها دلوقتي. حاجه من ضمن الحاجات اللي نتكلم عليها ان اللايز ده بنحط الاكس بتاعه زي ما احنا شايفين على الشعر، وبتعمل لنا حاجه اسمها النتس اللي هو السبان او السبان بتاع اللايز او القمل، زي ما اتفقنا ان هي ما عندهاش نو ميتامورفوز او انكمبليت ميتامورفوزس، والشكل بتاعها الاج بتدي فيرست نيمف على طول، والنيمف بتكون ريزمبل ذا ادلت، فما عندناش الفاريشن، ما فيش لارفي وبعدين اماتيور ولا في بيوبا، فمفيش الفاريشن ده، فالاج بتدي فيرست نيمف اللي هي شكل الادلت، فده ما بنحسش بيها، فعشان كده نقول نو ميتامورفوز. الهول لايف تيكس اباوت 2 ل 3 ويكس، والامبورتنس بتاع اللايس اللي هي بتعمل اريتيشن تو ذا هوست، بيكم الهوست هنا بيكم ريستلس دونت فيت دونت سليب ويل. تمام، لورنج ذا وول كواليتي وذ ذا ايج شيل او نتس. طبعا الوول بتاع الغنم او بتاع الحيوانات لما يكون عليه السبان او السبان او البيض بتاع اللايس بيقلل الكواليتي بتاعته فبيقلل السعر بتاعه، فدي بتسبب خسائر. ديكريز ان ذا سبيد اوف بيرد فلايت ديو تو دامج اوف ذا فيزر. اتفقنا ان هو البايتنج لايس ده بيتغذى على الشعيرات بتاعه الفيزر فبيخليها مفرغه، فبالتالي الجهد بتاع الطائر نتيجه ان الريشه بتاعته بقت مخرمه او بقت مثقوبه، فبالتالي جهده هيضعف في وقدرته على الطيران هتضعف. واللايس كمان ترانسميت تو مان ان ابيديميك تايفس وريلابسنج فيفر، ده نوع من انواع الريكيتسيال ديزيزز هتاخدها في البكتيريولوجي وفي الزونوزس في سنه 5. الترايكو ديكتاس كانس اكت از انترميديت هوست فور دايبريديم كاينم
زي ما خدنا في الترم الاولاني ان الكلب بيعض لما بيتقرص من اللايس او الفليز بيتضير وبياكلها وبينظف نفسه، فبياكلها بالمره، فبياكلها هي كونتيننج ايه اللارفال ستيج بتاعه الدايبريديم كراينم وتمر العدوى داخل الكلب. البيرد لايس مي ترانسميت اويل سبايرو كيتوزيس، وده واحد من البكتيريا الديزيز هناخدها في البكتيريولوجي ان شاء الله. حاجة مهمة بقى لنا لما بنيجي نشوف ان اللايس قلنا فيه من نوعين، في شوينج واحد مجموعة بيكون بايتنج لايس او عندها شوينج لايس اللي هي اللي موجودة شوينج ماوس بارتس، وواحدة تانية بتبقى بيرسنج اند ساجنج ماوس بارتس اللي هي الاي بلورا. يبقى البايتنج او اللي عندها شوينج ماوس بارتس دي بتبقى الميلوفاجا والهيد بتاعتها وايدر ذان سوراكس، فبتبقى مربعة. تمام. طبعا بينما الانبلورا اللي هي الماوس بارت بتاعتها بقى ادابتد فور ساكينج، دي بتكون الماوس بارت بتاعتها بيرسنج اند ساكينج ماوس بارتس، والهيد بتبقى نارور او كون نو او كون شيبد كون نوزد هيد، بتبقى نارور ذان سوراكس الهيد. الليج بتبقى هاز او هاف distinct clues. تمام. نفس المقارنه اللي موجوده تحت اللي هو البايتنج لايس والساكنج لايس. البايتنج لايس بيكون بايتنج اند شوينج ماوس بارتس، الهيد از از وايد از اور وايدر ذان سوراكس، بينما الهيد في حاله الساكنج لايس بتكون نارور ذان سوراكس. هنا الميلي السب اوردر بتكون الميلوفاجا mostly associated with birds only اللي هو البايتنج لايس واحيانا المامل، بينما السب اوردر انبلورا associated with mammals also humans. طيب لما نيجي نخصص الكلام ده على الانبلورا اللي هو السكنج لايس بنقول they are parasites of mammals، واحنا اتفقين ان هي permanent، والماوس بارت بتاعتها are adapted for piercing and sucking، والهيد بتاعتها بتكون كون نوزد او narrower than thorax and pointed anteriorly زي ما احنا شايفين. The eyes reduced or absent but present in human lice. The two antennae are visible 5 segment each. The most prominent species بتاعت الكامل اللي هي الهيماتوبنس ريسترنس ولينو جانساس فيتيولي والهيماتوبنس تيوبركوليتس واللينو جناساس اوفيلس والهيماتوبنس اسيني. المهم بيجي دايما السؤال بيسألك الهيماتوبنس سبيشيز ديت بلاد سكر ولا بايتنج لايس ولا ايه. تمام. بينما في المان بنسمع الانواع بتاعته اللي هو البيديكولاس والافثيريوس، وطبعا في الهيومن في باركابيتس يعني الهيد لاوس، وفي الباركوربورس اللي هي البودي لاوس، وفي الكراب لاوس على الشنب وعلى الحواجب الى اخره. الثوراسيك سيجمنت بتاعت البايتنج بتاع الساكنج لايس بتبقى سمول وفيوز تو جذر، وايل دي ثوراسيك سبايراكولر السبايراكلز يعني سبايراكولر اوبننج ار دورسالي سيتويتد. The abdomen is relatively large 9 segment. The first pair of legs is usually smaller and third pair is the largest. Each tarsus يعني نهاية كل نهاية الليج has only one clue يعني فيها خطاف واحد. In addition to the thoracic spiracles 6 pairs of abdominal spiracles موجودين على الابدومن، يبقى فيه 3 spiracles موجودين في الثوراكس، في 6 موجودين في الابدومن. طيب لما نتكلم على البايتنج لايس اللي هو مجموعة الميلوفاجا، احنا اتفقنا ان السكنج لايس كانت الانبلورا والبايتنج لايس هي الميلوفاجا. البايتنج لايس بقى feed on the epithelial debris of the skin or on feathers of birds و clotted blood. Their mouth parts adapted for showing and biting. They act as parasites of birds and mammals لكن mostly birds. The head is broader than thorax
تبقى مكورة. They have short stumpy four segment. They have short stumpy four segmented antenna laying in the ventral groove of the head. تمام. البروسوركس عنده بيبقى separated عن الميزو والميتاسوركس اللي هما بيبقوا fused together. واهم حاجة عندنا التارسس بتاعت each legs من الستة هيكون has two clues. احنا اتبعنا الانوبلورا بيكون فيها one clues. تمام. يبقى الميلو فجر كلها بيكون عندها two clues. There are 11 abdominal segments of which 9 are visible. The thorax spiracles are on the ventral surface of the mesothorax. زي ما احنا شايفين في الصورة الراس بتاعتها بتكون مكورة والهيد بتاعتها على انتنة موجودين على الجنب همت، وبعدين منطقة الثوراكس بتكون فيوز توجذر، وبعدين عندنا 11 ابدومينال سيجمنت فيهم سبايركلز اللي موجودين لاترال، واذا لقينا في الشكل المثلث ده تبقى ده الميل مونوبون جليني، والفيميل بتكون كليبت بالسيريور ابدومينال سيجمنت. تمام. زي ما شوفنا في العمل دي السبيشيز الاشهر في حاله الميلوفاجا الدمالينا بوفز دي في الكاتل، والدمالينا اوفز في الشيب، والدمالينا او الدمالينيا اكوايب في الاكواينز، والترايكوديكتاس الكانز اللي هي كانت انترميديت وصل ده بيدم كنا احنا اتكلمنا عليها من شويه، والمينوبون جليني اللي احنا شفناها في العملي اللي بتكون شافت لاوس اوف بولتري بتكون موجوده في على الريش بتاعه وتتغذى عليه، والمينا كانساس استرامنساس ذا يولو بادي لاوس اوف بولتري. البيجون بقى ودي مشكلته كبيره في الكولومبي كولا كلامبي، كلامبي كولا كلامبي ديت الفيذر لاوس اللي هي بتتغذى على الشعر بتاع الفيذرز، فبالتالي بتهبط او بتقلل كفاءة البيجون في الطيران. الدكس والجيز الانتي كولا انسيرس والانتي كولا كراسي كورنس. المهم هي اسماء لكن اهمهم على الاطلاق الدمالينيا، نعرف ان هي موجودة في الكاتل والشيب والكوينز، والترايكوديكتاس موجودة في الدوجز، والمونوبون جليني موجود فين في التشيكن، والكلامبي كولا كلامبي موجودة في البيجن. ازاي نعمل كنترول للايس؟ بنعمل كوليكشن اوف ذا لايس اند نتس والبيض بتاعها with hand or the use of narrow comb proved to be helpful. واذا لقينا العدد كبير جدا ومش قادر اسيطر عليه يبقى هنعمل شيفنج، بنحلق او بنقص الشعر، هي شيفنج اوف هيرز اوف ذا بودي، بويلنج اوف ذا كلوزز، ونعمل تنظيف لكل البريميسز او الاماكن المصابه وفيها الحيوانات ديت او الانسان. ابلكيشن اوف سيوتبل انسكتسايد از سبراي اور داستنج باودر. واتفقنا الداستنج باودر ديت احنا بنجيب حاجات زي الملاسيون او الدلتا مسرين او البيرمترين باودر لو كان متاح، ونحطه على كمية من الدقيق، ثم نعفر الطائر او الحيوان، وبعد كده هيروح من على جسمه. Using of mercurial ointment locally is useful against various species اللي هي بتاعت الهيومن in the eyelashes اللي affect الرموش بتاعت العين، فبنجيب مرهم المركيريال اوينتمنت ونستخدمه. دي الانواع بتاعت الهيومن اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو تو فاميليز سيريدي والبيديكولاس، واتفقنا بيكونوا متخصصين جدا، ففي حاجه بتكون موجوده الكراب لاوس، وحاجات بتكون موجوده على البادي الى اخره، لكن هم زيهم زي بقيه الانواع وادابتد فور بيرسنج اند ساكنج يعني بتغذى على الدم. تمام. نفس الكلام دي البريكولاس او البريكوليدي هيومن لايس دي بتبقى لونجيرد شويه، بتبقى موجوده في شعر الراس فنسميها البيديكولاس كابيتس، او موجوده على الجسم بيديكولاس هيومانس، او بتبقى موجوده في اماكن اخرى وهكذا. ففي اليومن بتبقى مور سبيسيفيك في لكل ريجون نوع مختلف. طبعا دي كلها معلومات اثرائيه.
طبعا هنا بنتكلم بنقول ان في هيد لوز. الهيد لوز هي سايد بلاد فروم سكالب لي ايجز اون هير كومن اند ايزلي سبريد باي كلوز كونتاكت. بتظهر دايما في بتخرج مع الكومبس والبراشز والهاتس، فبالتالي اللي هو الطواقي، فبالتالي شيرنج كومبس وبراشز وهات ممكن تعمل مشاكل زي كده. والبودي لوز نفس الكلام، ففي الحضانات وفي المدارس وفي المراحل الصغيره ديت ممكن نلاقي. وطبعا عند الحلاقين اللي هم بيستخدموا الادوات اللي هي سيفرال يوز مش سنجل يوز ممكن تعمل لنا العدوى. طبعا زي ما احنا كاتبين اللوسنس ريليتد تو سانيتيشن، بالذات في حاله الكراودد كونديشن واللونج بيريود وذاوت باثينج بدون حمام تشينجينج كلوزز، ده بيؤدي لظهور افه الامل. نبدأ بقى بمجموعة تانية اسمها السيفونوبترا. السيفون أبترا سيفون يعني بتتغذى الماوس بار بتاع بيرسنج اند ساكنج، و وذاوت ترا اللي هو يبقى بدون جناح، يبقى ديت المجموعة الثاقبة بدون أجنحة اللي هي الإيه فليز أو البراغيث. سمول لاترالي فلاتند وينجليس انسكت لارج هايند ليجز بتساعدها على السبكتاكولار جامب، يعني بتقفز قفزة كبيرة جدا تمام زي ما احنا شايفين في الرسمة. بتكون بارازيتك على البرد وعلى الماملز والماوس بارت بتاع الدابتنج فور بيرسنج اند ساكينج، وبتتغذى على الدم، وهي تمبروري اكتو بارازايت. اهم نقطة من ضمن النقاط المهمة ان هي بتعمل كومبليت ميتامورفوز. الفيميل نيد بلاد تو لاي اكس، سام سبيشيز ار هوست سبيسيفيك بات موست فيد اون سيفرال هوستس، يعني من اي برغوث ممكن يطلع على معظم الناس ومعظم الهوستس، لكن في بعض السبيشيز بتكون سبيسيفيك. هو نوع من انواع الانوينج بيستس حشرات المزعجه ديو تو بلاد ساكينج سكين باروينج وترانسميشن اوف ديزيزز اند باراسايتس. طب اول حاجه في الصوره اللي واضحه قدامنا ديت ان احنا بنتكلم على الكومبليت ميتامورفوزس. طبعا ان الفليز بيحط اكس زي ما احنا شايفين في الصوره، والاكس بيخرج منها لارفي. لارفي بتبقى ورم لايك ستراكشر زي الورم بالظبط، وبعدين بتتحرك الورم دي وتبقى زي ما احنا شايفين الورم وتدينا لارفا وثم نمف ثم بيوبا ثم ادلت. هذا اللي هو الايه الكومبليت ميتامورفوز بالنسبه للشريحه ديت، ده الشرح بتاعها. اول حاجه التونجياسيس او التونجيدي او الييجر او الشيجر فليز ديت زي ما احنا شايفين السبيشيز بيسموها تونجا بنترانس، عشان كده سميناها تونجياسيس او تونجيدي فاميلي تونجيدي. ديت بتبقى الفيميل بتعمل، اهم حاجه عندنا ان الفيميل بتعمل باروينج، بتعمل تخترق الجلد وتبحر تحته او تعيش تحت الجلد. فيميلز بارو انتو بارو انتو ذا سكين اوف هيومنز اند اذر مامز يوزوالي اون فيت تمام. سوفت ارياز طبعا بتوين توز اندر تو نيلز تحت الضوافر. طبعا حاجه زي كده بنسميها تونجياسيس. الميل اند نيولي ايمرجد فيميلز ليف لايك اذر فليز فيد اون فيريس هوستس وبتتغذى على الدم تمام، لكن الفيميل الكبيره هي اللي بتعمل بارونج للسكن وبتعمل مشاكل زي ما احنا شايفين في الصور، وما بتنقلش امراض لكن هي ذات نفسها بتسبب مرض. زي ما احنا شايفين التونجياسيس او ليجر او شيجر فليز افتر ميتنج الفيميل بيكم بيرمننتلي يعني امبيدد ان ذا سكن. طبعا احنا متعودين ان الفلي اصلا بيبقى تمبرر ايكتو بارازايت، لكن هنا لما اول ما الفيميل تبقى بعد الميتنج بتعمل تبقى بيرمننت وتعمل باروينج وتقعد في اندرنيث ذا سكن او تحت الضوافر وتبدا تعمل لنا المشاكل. طبعا بريث وديفيكيت واكسبل ايجز ثرو سمول اوبننج ات باك اند والابدومن بيكمز جريتلي ستندد ات ايج develop swells to size of small b زي ما احنا شايفين البرغوث بيبقى عامل زي النفيخه نتيجه ان البيضه بتكبر جواه.
وبعدين في الافكشن زي ما احنا شايفين في صوابع الانسان، بالذات الناس المحجوزه في المستشفى والناس العواجيز اللي ما بتتحركش، هم اللي بيبقوا عرضه للاصابه بالتونجياس. Lost tissue become inflamed swells from boil like form boil like sore خراريج وقرح وبتعمل intensive itching. البولي سيدي بقى اللي هو الكومن فليز ديت لارج دايفيرس فاميلي اند اوكيرز وورلد وايد موست امبورتنت بيتس اوف هيومن اند انيمالز وديزيز فيكتور موستلي جنراليستس جنرالي اتاك هيومنز اند انيمالز بات اوفن نيمد افتر برينسيبال هوست. يعني بنشوف الهوست هو مين ونسميه، زي مثلا نقول كات فلي او دوك فلي او هيومن فلي او اورينتال فلي. الكات فلي هي الستينوسيفاليدس كانس، الكات فلي هي الستينوسيفاليدس فيلس، والدوك فلي هي ستينوسيفاليدس كانس، والهيومن فلي هي البوليكس اريتانس، والاورينتال رات فلي هو الزينوبسيلا شوبس. زي ما احنا شايفين في الصوره القرص والقرص البراغيث وعضله البراغيث في الانسان، وده شكل الهيومن فلي او البولكس اريتنس، بيكون ما عندوش لا جينال ولا ثوراسوكوم، والشعر على الجسم بيكون اقل ما يمكن. طيب لما نيجي نشوف الايكونوميك امبورتنس بتاعتهم، الكات فلي اللي هي الستينوسيفاليدس فيلس موست كومن ان هاوسز، هي دي الاكثر شيوعا في البيت عشان وجود القطط معانا في البيت. تمام. ستيك تايت هين فلي اللي هو الاكدينو فاجا جاليشيا الادلت اتاك اتاتش ان تيك لايك مانر فروم دنس كلاستر فورم دنس كلاستر اون فيسز اند كومبس اوف تشيكن. يعني ده الاكدينو فاجا جاليشيا ده افكت على التشيكن في منطقة الكومبس عشان هي مليانة دم، فبالتالي بيتغذى على الدم هناك ويبقى مثبت نفسه. الزينوبسيلا شوبس ديت الاورينتال رات فلي وده خطورته ان بينقل البابونيك البليج والمورين تايفاس تو هيومن اللي هو طاعون الطاعون البابوني او البابونيك بليج في الانسان طاعون. الدوج فلي اللي هو ستينوسيفاليدس كانس ده انترميديت هوست فور دوج تاب وورم تايبليديم كاناين. الرابت فلي اللي هو سبيلوبسيلاس كونيكولاي ده بيقعد في الودان وبينقل للرابت المجزومة فيروس اللي هو المجزوماتوزيس ان رابت او الريد اي ديزيز في الرابت. فيروس يوزد فور بيولوجيكال كنترول اوف رابت ان استراليا اند يوكي. طيب هو كل اللي احنا نعرفه بس مجرد نعرف الاسماء ان في حاجه اسمها اورينتال رات فيلي اللي هو زينوبسيلا شوبز، والكات فيلي اللي هو زينوبسيلا فيليس، والدوج فيلي اللي هو سيتينوس فيليس كانس، وهنفرق ما بينهم دلوقتي ونشوف الشكل بتاعهم ازاي، بنفرق عن طريق وجود الكومبس فيهم. من الصوره المجمعه دي نبدا الاول بتركيب البرغوث. البرغوث بيتكون من هيد وثوراكس وابدومن ومجموعه الرجول. الهيد بيكون عليها الايس بوت وعليها الماوس بارت اللي هي ادابتد فور بيرسنج اند ساكنج، والانتنا بتبقى موجوده خلف العين زي ما احنا شايفين. بعدين بيكون عندنا في منطقه الجينال او منطقه الدقن بيكون في حاجه اسمها الجينال كومب، وفي الثوراكس في السيجمنت في نهايه السيجمنت الاولانيه البرو نوتام بنسمي في برو نوتال كومب. تمام. بعد كده في 10 ابدومينال سيجمنت، اللاست ابدومينال سيجمنت بيكون فيها البايجيديم اللي هو البايجيديم والسبرماسيكا في حاله الفيميل اللي هي الانفيرتد كوما شيب، او الكلاسبر في حاله الميل زي الصوره تحت شمال. تمام. طيب بنفرق المجموعات دي طبعا اللي هو الافكت على النيلز ده اللي هو التونجا عملنا التونجياسيس، والافكت على البيردس او منطقه البطل والكومب بتاعه الفراخ ده بنسميه الاكدينوفاجا جاليشيا. تمام. بعد كده في عندنا الكاتفلي، الكاتفلي بيكون عنده ثوراسيك كومب
في اول صورتين تحت على الشمال، والاخير خالص اللي هو اليوريان تراد فيلي الزينوكسيلا شوبز، وده ميل لان الموضوع كلاسبر اللي هو الكبيره ديت اللي موجوده في الخلف واضحه. يبقى نقطه الجينال كومب او البرونوتال كومب هما اللي بيفرقوا لنا بين الانواع وبعضها. فبالتالي بنقسم مجموعه الفليز لكومبت فليز، والكومبت فليز زي ستينوسيفاليدس كانز وستينوسيفاليدس فيلس. الستينوسيفاليدس كانز ده بيكون عنده جينال وثوراسيك كومب زي ما احنا شايفين في الرسمه، having two combs, one on the head or head original comb and one on the thorax بنسميه البرونوتال كوم. This is ستينوسيفاليدس كانز. Having only one comb at the prothorax is called pronotal comb. This is ستينوسيفاليدس فيلس أو كيراتوفيلس فاشيتس اللي هو الكات فيلي، له اسمين سيراتوفيلس فاشيتس وستينوسيفاليدس فيلس، وأنا شايف ستينوسيفاليدس فيلس أحسن وأسهل. النون كومبد فليز نمرة واحد فيهم having the anterior margin of the head angular the three thoracic segment compressed so that all the thorax appear less in size than the first abdominal segment, تمام. The mandibles are well serrated, no antibigidial bristles. This is tonga penetrans. Tonga penetrans طبعا احنا نعرفها بالسبب اللي هي بتعمله، ان هي عملت افكشن على النيلز وعملت مشاكل في تحت الجلد ان هي بتعمل بنتريشن، تمام. ولما بتحتوي على الفيميل بتحتوي على الايج بتبقى منفخه ومدوره، يعني بتبقى فليتد. طيب having the anterior margin of the head rounded، يبقى لو كانت الهيد بتاعتها شكل مثلث ديت الايه التونجا. لو كانت الهيد بتاعتها راوندد انتيرير ان، هنا بيبقى عندنا البوليكس ايريتانس بتاع الهيومن والزينوكسيلا شوبس. اهم حاجه عندنا هي الامبورتانس بتاعت الفليز. الفليز كوز اريتيشن تو ذير هوستس ديو تو ذير بايتس اند feeding on the blood فبتسبب blood loss. نمرة اتنين الزينوكسيلا شوبز اللي هو اورينتال رات فلي is considered the most important vector of the causative organism of plague اللي هو الباستريلا بيستس او يريسينيا بيستس اللي هو بتسبب الطاعون للانسان. الانديميك اورمورين تايفاس caused by ريكيتسيا موزوري is transmitted from rat to rat and from rat to man by Xenopsilla شوبس او الكات فليز اللي هو ستينوسيفاليدس فيلس او سيراتو فيلس فاشيتس بتاع الكات. The dog cat اللي هو ستينوسيفاليدس كانس and the cat فلي act as intermediate host for dog cystoid dibridium canina. الرات فليز اللي هي زينوبسيلا شوبز والسينو ستينوسيفاليدس فيلس او سيراتوفيلس فاشيتس ار انترميديت هوستس فور هايمينو ليفيس دايمونيوتا اند سام فور هايمينو ليفيس نانا. ده مجموعه من السيستود الافكت هيومن. The dog flea ستينوسيفاليدس كانس is regarded by some authors as responsible for transmission of filarial dog heartworm الدايروفلاريا اميتس اللي خدناها في الترم الاولاني. طيب لما اجي اعمل كنترول للانسكت بشكل عام زي الكوكروشز والبيتل والانتس والفليز والباجز، لازم يبقى عندي في حاجه بيسموها الانتجريتد بيست كنترول او الانسكت انتجريتد كنترول. يعني بعمل ابلكيشن اوف سيوتبل انسكتسايد، هل الانسكتسايد ده سيوتبل للمجتمع اللي انا هستخدمه فيه، سواء كان اطفال فاراعي الحته ديت ما يكونش سام على الاطفال يسبب لهمش مشاكل في النمو الى اخره او يكون توكسيك،
او هعمله على الطيور فما يكونش هيتخزن في اللحمه بتاعتهم فنرجع احنا ناكلها، او الشكل اللي هنطبقه يبقى ابلكيشن اوف سيوتبل انسكتسايد، يبقى انا هبقى شايف كل الاستراكشر بتاعه من ناحيه الفارماكولوجي. وبعمل اهم حاجه من الكلام ده كله برضو جنرال هايجينيك ميجرمنت، النظافه والسانيتيشن كلها بقى، والتطهير ودخول الشمس والتخلص من الفضلات والتخلص من الكراكيب والحاجات دي كلها. ثم بعمل بيرنينج اوف كراكس تو ديستروي ايجز، او اللي أنا عشان اللي هي اللي بتقعد فيها الايجز ديت، او المكان يكون في كومبليتلي بليسترد، يعني متغفق، و زي ما يكون في مثلا سيراميك، سهل ان انا اعمل ابلكيشن للانسكتسايد والمطهرات عليه واغسلها والحاجات دي كلها، يبقى المقاومه اسهل. فدي بنسميها الانتجريتد انسكتسايد يوز، ان انا اعمل كنترول للانسكت بالطريقه دي. ما ينفعش ان انا استخدم الانسكتسايد بكميات كبيره وانا عندي الكراك شغاله او ما يكونش عندي في مستوى نظافه، وما ينفعش ابقى عندي نظافه عاليه وما بستخدمش الانسكتسايد الى اخره. شكرا، واتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا، والى اللقاء في المحاضره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.